ونشاوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب. غني لك شغنية تاني. مثل شو يعني؟ يعني شغنية الأحلام. أحلام بدك الصراحة يا غفران، أنا روح قلب الموسيقى الخليجية، وأحلام بالذات أنا كتير بيعجبني صوتها. يا ترى حفظتي لها شي غناي ولا بتتذكريش؟ ولو يا غفران، أنا يلي حافظت لها. تناظر الساعة ولا تدري ليش أزعل عليك؟ مش هاي ولا هاي، اسمعي تقلك. بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي، هل انت ولي علي وثوبك ما هو من ثوبي، هالراس ما ينحني الا لمولاه، خلك بغيظك موت مالك امل صوبي، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول. الله يا سلام عليك يا سناء، فعلا صوتك كثير حلو، يعني مش لانك اختي بس صدقيني لو اشتركتي بالسوبر ستار كنتي اخذتي الدرجه الممتازه وصرتي سوبر ستار العرب. وشو وصلني للسوبر ستار انت الثاني؟ انا للسوبر ماركت بقدرش اوصل. شو صار معك يا سناء؟ ما خلصتيش تقميع البامي؟ يلا ها ما تقوليش الا خلص، ما بقي الا شوي. بتعرفوا ليش بدي اياكم تخلصوا قوام؟ وليش بقى امي؟ لانه الاستاذ بيكون بعث لي 40 جرزه ملوخيه ولازم ينقطفوا اليوم قبل ما يدبلوا. امي ابي تاجلوش معك لبكره؟ لا يا غالي ابي تاجلوش، خفوا ايدكم يلا خلصوني عاد. عيني انا شفت البنية يا حالي ما تضرب بري مش هتصيب وتعمل نايمة، كلمتها في الحب قالت معرفه معرف طريق الحب هي عالمة يا سليمة يا سليمة. الله على هالصوت ما أحلى يا بيي، صوتك أحلى صوت بكل الليبرارية. يقبر قلبي إن شاء الله، طبعاً صوته حلو، لكن لمين طالع حضرتك؟ أصلاً هذا اللي شاطر فيه أنت وبناتك. معلوم يا عمي، إذا كان بيكون مطبل بالدنيا ومزمر بالآخرة، لمين بدكم تطلعوا أنتوا يا ذلي؟ الله يسامحك، أنا مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة؟ معلوم. وليش بقى يا ست الحسن؟ لأنه حضرتك صارت الساعة 10 وبعدك ما طلعتش على الشغل. يعني فكرك إذا طلعت على الشغل قبل ساعتين من إسا حتفرق كثير يعني؟ بعرفش والله، بس الناس بتطلب الرزق من صباحية ربنا، مش بيضلوا نايمين للظهر مثل الأكابر؟ إي والله يا أمي بي مش عم بيقصر. سدي بوزك ولي؟ قال مش عم بيقصر قال، ولك الرزق بده حركي، بدوش كسل وتنبلي. وك يا شهيرة 100 مرة قلتلك، افهميني مشان الرسول، 100 مرة قلتلك انه ضيعت الابرارية منحوسي ورزقتها قليلة، والسبب هو ان المصاري ما فيش بيد الناس، مصاري بيد الناس ما فيش حتى يتبعزقوا ويشتروا. ولكن اسمعوا على هالحكي، قال فيش مصاري قال. وك يا زلمة شو انت عم تبيع برادات ولا غسالات؟ مثل ما عم قلك، وصدقيني الناس عم تشتري مني بالدين، وفي منهن فاتح لهم دفتر حساب كمان. وحق الله اللي بيسمعك بيصدق، قال الناس عم يشتروا منه بالدين قال. وك يا زلمي مشان شوية دبابيس وكم بشط شعر عم يشتروا منك بالدين. اي والله مزبوط يا امي، ام جميل اشترت منه اساور وقنينة عطر وقالت له باول الشهر بوفيك حقهم. وكمان ابو صالح عايفان اشترى منه مقصين وملاقة غسيل وما دفعلوش حقه. هاي قلولة لامكن الخانم مفكرة أهل البرارية مليونيرية وعم يشكو القلة بعد. وك يا أم سناء، البرارية إذا ما إجاها موسم محرز الناس راح تموت من جوعها. ودخلك؟ إذا كان هيك ليش عم تغير شغلتك؟ وشو بده يشتغل يعني؟ شو بيعرفني ولي؟ أنا زلمي ولا هو؟ هو بيني وبينك يا أم سناء، امبارحة شفت منام خلاني فيق من نومي وطير الناعوس من جفوني. ها وشو هو هالمنام بقى؟ والله ما بعرف،
بس شفت بمنامي شيخ جليل لابس أبيض بأبيض وعم يقول لي يا أبو سناء ليش ما بتنزلش عالشام؟ نزل عالشام لأنه بهالنزلي رح تسمع خبر حلو ورح تتوفق. بقى شو رأيك بهالمنام الغريب؟ لا غريب ولا شي، إسا نفكر كل المنامات مسخرة؟ ولك يا زلمي يا ما في منامات بتصدق وبتتحقق وبتخلي الواحد يصير فوق الريح. بس يا حسرتي يا شحاطي، ما جوزي وبعرفك، ما انت كسلان ومش عارف ربك وين حاطك. إسا أتشتغليش فينا من عند الصبح يا شهيرة، خلينا رايقين وعم نغني الله يرضى عليكي. يلا سلام عليكي، بدك شيء؟ لا بديش شيء. بيي منستناك على الغدا ولا بدك تتأخر؟ لا أتستنونيش على الغدا، أنا برجع بعد المغرب. لكان ليك عمال جدك تبعث لنا حمص وعدس وقليل الزيت، مش تنسى مثل عادتك. ومع مين بدي ابعتهم يا بعد عين؟ بعثهم مع مرعي ابن ام مرعي. تكرم عينك يا شهيره بن جدل الطفصان، قال ابعثهم قال لك يبعث لي حمه، يبعث لي حمه على هاي الحياه هذه. قال ابعثهم قال شهيره بن جدل الطفصان. وانتو هي ولي قبلوا خلصوا عاد، الحقوني على القلب بدون اقوى الضيف. تدري ليش نزعل عليك؟ عاشقك واموت بيك، تكسر الخاطر بدوني، ينكسر قلبي وجيك. لو تفارقني ثواني اكتئب واكره زماني، لا تخليني اعاني وانت في عمري شريك. تدري ليش ازعل عليك؟ تدري ليش ازعل عليك؟ تدري ليش ازعل؟ ليش عاشقك واموت بيك؟ فراشي خواتم يلي بدك تصالح حميتك، يلي بدك تراثي مراتك. قرب يا حبيبي، قرب يا حبيبي. مرحبا عمي. اهلا وسهلا بالخمورة الحلوة. قديش حق هالسوارة؟ والله هذه حقها ب50 بس إلك ب40. اسا انت بدك تبيع ولا بدكش؟ شلون بديش بيع يعني؟ طبعا بدي بيع، شو شغلتي لكينا؟ أصبح حاطيني صورتين ب30. شو عم تمزحي أنت؟ عم تمزحي ولا جنيتي؟ لا مش عم بمزح، بس أنا سعرك غالي كثير. شلون غالي بقى؟ إيه أنا وملكيش علي يمين تحلفيني شاري صورة الوحدة ب35 ليرة. تاخد شو تعطي معي كثير؟ إذا كنت بيع عن جد باخذ منك 4 أساور ب60، منيحة؟ أمنت بالله على هالنهار. وك يا عمي روحي العبي بعيد، بدك يعني بيع بخساره يعني؟ مش احسن ما تضل بضاعه ملحوشة بخلقتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، تفضلي يا ستي. وهي 4 أساور هيك، ها شفت ما احسنها؟ شو بك ابو سناء، فيش كلمه مبروك؟ ماشي الحال، مبروك عليكي، الف مبروك ان شاء الله. الله معك، مع السلامه. قرب يا حباب، قرب يا صبيه، قرب يا حباب. معنا فراش سنان وكبريت وخيطان، معنا محارم معنا خواتم معنا هدايا للنسوان. مشان الله جابروني، مشان الله اشتروا مني، مرتي اذا خسرتوني ابدا ما بترضى عني. معنا فراش سنان. مرحبا عمي سلام. اهلين بالقمورة الحلوة، شلونك يا سليمة؟ الحمد لله نشكر الله. معك مشط سنسمك؟ تكرم عيني، تفضلي. وبدي ليفي ناعمي حتى ما ينهرش جلدي. سلامة جلدك يا سليمة، وهي ليفي ناعمة كثير، كل ما فركتي جسمك فيها بينعم أكثر. يكثر خيرك، شلون غفران؟ كويسي كويسي، بتدعي بسلامتي. وسناء؟ اسم الله عليها سنوقتي مثل الغزيلة. لساته صوتها حلو؟ طبعا لكان حلو كثير، أحلى من القطر يا سليمة. لساتكن ببيتكن القديم ولا نقلتوا؟ وليش لحتى ننتقل منه؟ واه؟ نحن حالفين ما ننتقل منه إلا عالدار الآخرة. عمي أني بعد بكرة عرسي، وحابة أعزم سناء وغفران إذا ما عندكش مانع. ألف مبروك إن شاء الله، منتشرف يا سليمة. ذكرني عمي بو سناء، وين عنوانكم؟ على كتف وادي الإبرارية، بين البير القديم وبين شجرة البلوط الكبيرة. إيه عرفتوا، اليوم المساء بمرق لعندكم وبعزمون، خاطرك. شو خاطرك؟
ما دفعت ليش حقي. مش مشكلة، ببقى بحاسبك بعدين. خاطرك. الله معي، مع السلامة. تضرب المشط صيب وتعمل نايمة. كلمتها. سلم بياتك عمي بكامي. الله يسلمك، مع السلامة. شو يا رنا، بتكيش تشتري؟ مفلسي مثل العادي، انت واهلك مفلسين. قرب يا حبيبو. مرحبا ابو كامي. اهلين ابو سماء، شلونك اليوم؟ شو شلوني؟ حر وشموس وقلة فلوس ومعاشرة تيوس. الله عليك يا ابو سماء، شو بتظلك متشائم؟ مليش متشائم يا ابو كامل، بس مصاري الناس صايرة عزيزة عليها كثير. المهم قبل ما انسى، عطيني يا مرحوم البي كيليين حمص وكيليين عدس وقنينة زيت، بس يكون ممتاز الزيت. ها، وزاهي غير زيت زاهي ابا خوتش. طبعا انت بتعرف طعم التمك، بس كيف بدك تحمل هون؟ ما تاخذنيش انت حامل حمل القديش بيطح تحته. اصبح بعت لي ياهن على البيت اذا بصرش ثقلي حتى تلحق مرتي تطبخ لنا لقمه. على عيني. تفضل خيي، قطع حقي. تفضل. يسلم واليدين. الله يسلمك يا ابو كيمي. هيك طلعنا خلاص، ماشي الحال. الله يعوض عليك بالاكثر. امين يا رب العالمين. السلام عليك. وعليكم السلام، مع السلامه. انا بياع الخواتم، انا بياع الحلوين، انا بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين. يلا يا أوادم ولك يلا يا نزوين، اشتروا مني شي خادم ولو بعتوا بالدين. أنا بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين، بياع الخواتم. ثواني ثواني، يلا على الخواتم، اشتري خاتم لخطيبتك. شايف الجو شو رايق يا سناء؟ ايه والله يا غفران، النسمة باردة وعليلة. سنوقة حبيبتي، غني لي شي غنية بصوتك الحلو. ايه على عيني، بس بخاف امي وبي يفيقوا على صوتي. ايه وشو فيها؟ إيه الناس بتفيق على صوات الشحرير. تكرم عينك، لكن اسمعي. هاللي جرى من مرسي لك، هاللي جرى تيرارارارا، بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرى تيرارارارا، هاللي جرى من مرسي لك، هاللي جرى تيرارارارا، بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرى تيرارارارا، وامسح دموعي في منديلك هاللي جرى تيرارارارا، بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرى، هاللي جرى. شو بيي بعدك ما نمتش لقصة؟ مبلا نمت، بس فقت على غفلي بعد ما شفت المنام الغريب. خير يا ابو سنة، شو اللي فيقك من النوم؟ والله يا شهيرة، هالمنام يلي عم شوفه كل يوم رح يجنني. نفس المنام يلي عم تشوف فيه الشيخ يلي عم بيقول لك انزل عالشام؟ اي والله يا بنتي نفسه، يعني هاي خامس مرة بشوف فيها نفس المنام، والشيخ اللي لابس ابيض بابيض وعم يقول لي انزل عالشام بتتوفخ وبتسمع خبر حيله. والله يا ابو سنة، إذا كان هالمنام عم ينعاد معك كل يوم معناته لازم تنزل عالشام، بلكي الله دخيل اسمه بيفرجها عليك. بيني وبينك يا بيي، خسارة ما فيش، فخذ هالبضاعة عالشام واتكل على الله. حاكم البرارية صارت بخيل كثير والرزق فيها قليل. ولك تقبريني أنت ما هي بحكياتك. تعال أقلك، تعال. ليك يعني إذا صرت بتنزل عالشام بلكي الله دخيل اسمه بيفرجها عليك، بيفتحها بوجهك ومنجمع جهاز هالبنت.
حاكم هذا خطيبة لسناء نقر راسي وهو عم يستعجلني من شان الخطبة. هي قولي؟ ايه والشغلة فيها شخصارة. امي شو عم توشوشوا انت وبيي؟ في شي مخبينه علينا ولا شو القصة؟ لا يا تقبروني، انتو في شي بيتخبى عليكم. ليكن بيكن وافق من بكرة ينزل عشام يسترزق اذا الله راد، ولا لا يا ابو سنة؟ لا ماشي الحال ماشي الحال، وانتي اللي قلتي. كريم يا رب يعطيك العافية يا عم. الله عافيك. أهلين. دخلك شو اسمها هالحارة هذه؟ ليش بقى شو بدك باسمها؟ شي عم بسأل سؤال بس حرم يعني سؤال. لك إن شاء الله يكون اسمها العفاريت الزرق. أنت شو جابك لهون؟ اي شلون شو جابني لهون؟ بدي بيع بضاعتي. قديش صرت بايع من الصبح لهلا؟ قديش صرت بايع؟ قسما بالله ما بعتش ولا بفرنك زوري، مع اني طلعت على السوق الساعة 6 الصبح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرزقك يا عمي، الله يرزقك ويرزقنا. امين امين يا رب العالمين. ماشي بهذه الحارة يا ناس اشتروا مني، ما راح بيع بخسارة، الدين ببهدلني. جابرني يا شامي يا تقبر عظامي، بلكي ربي بيرزق يمكن يحن علي. قرب يا حبيبي أول مرة بيكون بغيب كل هالوقت عن البيت. الله يرزقه ويرجعنا يا بالسلامة يا رب. آمين يا رب. هذا على الحساب، صار له 5 أيام غايب. أكيد توفق حتى غاب هالغيبة، مش هيك أمي؟ قولي الله يوفقه ويرجعه بالسلامة، وحامل معه خبر حلو. عم بيع الناس أشكال والوان كركر خيطان، ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي قرب قرب، عد من الأصل أشكال الوان، حامل أنا البسطة وبضاعة البسطة. عم بيع الناس أشكال والوان كركر خيطان، ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي قرب، يلي بدك تصالح حميتك. يعطيك العافية. أهليب سهليب، شلونك اليوم؟ شو بدي قل، قسما بالله يا رجل ما استفتحتش بمليم واحد من 5 أيام لحد هالتاريخ. العمى معقولة؟ ولك اشتهيت بيع ليفي عيلتي كبريتي عبث، ما فيش حدا عم يشتري مني، ليش شو السبب؟ الله وحده بيعلم. طاعة قريب يا حبيبي. عود عود عمي عود، اسرب بنيتك. والله مبين عليك انك زلمي غشيم وعلى نياتك. وليش بقى على نياتي؟ طبعا على نياتك. معقولة جاي تبيع المي بحارة السقايين؟ شو مجنون انت؟ شلون يعني؟ ولك حبيبي انت جاي عالشام، مالك بالضيعة؟
يعني لا تأخذني، بالشام في كل شيء، ما حدا بحاجة لبضاعتك. الشام فيها دكاكين وفيها ميني ماركت وسبر ماركت وأكشاك فخمة ومحلات كبيرة بتبيع من البابوج للطربوش. بقى وين فايت بها العجقة؟ يعني ماليش خبز بالشام؟ طبعا مالك خبز، يعني لا تؤاخذني بهالكلمة، البسطة صغيرة اللي ناتها على ظهرك، كل 10 متار بتمشيهم بالبلد بتلاقي أحسن منها بمليون مرة. يعني فيش أمل إني بيع شيء؟ والله يا عمي بهيك حالي ما في أمل منوب. إيه الله كريم. أنا اللي بدي أفهمه بس إيه؟ إنه أنت شو جابك لهون؟ بصراحة يا عمي مرتي هي اللي جبرتني. ما فهمت، مرتك شو دخلها بالموضوع؟ هي قالت لي انزل على الشام حتى يتحقق منامك. منام؟ أنو منام؟ يا سيدي بصراحة ومش راح خبي عليك، لأنه باين عليك إنك طيب وابن حلال. الله يجبر بخاطرك. الحقيقة أنا عم شوف بمنامي وكل ليلة شيخ مهيوب ولابس أبيض بأبيض وعم يقل لي نزيل عالشام بتتوفق وبتسمع خبر حلو، بتسمع أحلى خبر بحياتك. ولما نعاد المنام كثير قالت لي مراتي نزيل عالشام واسترزق وما فيهاش خسارة المسألة. هذه هي كل القصة، والحقيقة أنا ما سمعتش لا خبر حلو ولا خبر مر، لا ضار ولا نافع. سبحانك يا ربي على هالنزل المبهدلي. لك يا رجل معقول انت بأنو عصر عايش حتى تصدق المنامات؟ فعلا انك درويش وغشيم ومجنون كمان. ماشي الحال يا عمي ماشي الحال، كله من رب العالمين. الله يسامحك يا شهيرة. السلام عليك. وعليكم السلام. بس بلا منقودية يا عم مور. انت شو شفت بمنامك؟ يا سيدي شفت شخص عم يقول لي روح على ضيعة، وصدقني بحياتي ما سمعت باسمها. قال لي اسمها البرارية، وقال لي روح لكتف الوادي وحفير بين البير القديم وشجرة البلوط الكبيرة، واني رح الاقي كنز مدفون. وشوفت عينك، هي أنا قدامك، لا رحت على البرارية ولا دورت على الكنز ولا غيره، ونسيت الموضوع من عين أصله. كثر خيرك يا عمي، كثر خيرك يا حبيبي. يعطيك العافية، يعطيك العافية روحي. السلام عليكم يا حياتي إنس. السلام عليك يا إنس. السلام عليك. لك وين 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 رحت؟ لك ما بدك تاخذ البسطة؟ مسامح مسامح يا خيي مسامح. ليش المجانين مو ولاد ناس؟ حتى عينك تسرح في دنيته وما عيني ترر ترر، حتى ايديك ترتاح. ماما ماما شو بدك حبيبتي؟ ماما بدي لك شغلة بس لا تخانقيني. وليش لحتى خانقك؟ ما بعرف بس انا خلصت كتابة وظايفي. ها هلا ليش عم بتلفي وتدوري؟ قولي لي شو اللي بدك اياه وخلصيني بقى. انا من زمان كان جعبالي اقول لك هالشغله اللي بدي لك اياها. هلا لك حبيبتي والله فهمت، قولي لي شو اللي بدك اياه وريحي بالي وبالك. ماما زينة خايفة دوري. لا طيب رح اوعدك اني ما رح اقول لا. شو هي الشغله بقى؟ ماما بتقدري تاخدينا على جنينة؟ لا والله يا حبيبتي ما بقدر، مالك شايفتيني مشغولة؟ ماما الله يخليكي ولا دايق خلقنا. طب ماما ليش ما بتلعبوا بالجيم تبع التلفزيون؟ ماما ملينا منها وحفظناها بصم كمان. اسفة ماما ما بقدر، هلا بس ليجي ابوكم بخلي ياخدكم لانه عندي 100 شغلة. هلا بابا بقلنا تعبان وهلكان وما بعرف شو. يمكن اجا سمعنا صوت المفاتيح. مرحبا. اهلين بابا. تعي مروه تعي خذي هالكياس مني دي. يلا ليش نحن شو عم نساوي قدامك؟ ان شاء الله بيسلموا يا زينه يا حلوه. مسكي يا بابا مسكي. الله يعطيك العافيه ويرضى عليك. يعطيك العافيه مروه. اهلين غسان. شو قصه الاولاد اليوم؟ حاسسهم متلاطفين زياده عن اللزوم بقى، شو اللي صاير؟ طبعا بدهم يتلاطفوا لانه في عندهم طلب. طلب مني انا؟
ايه طبعا منك انت، لك داي اخلاقهم كتير وبدهم يروحوا عجنيني. ايه ما تاخذيهم عجنيني؟ مالك شايفني يا غسان يا حبيبي ماني فاضيه. والله انا كان بودي اخذهم عجنيني بس انا بصراحه ما بقدر اليوم. ليش بقى؟ لاني موعد غزوان وموعد اخي بلا لعب طاوله اليوم. خذهم على الجنينه داي اخلاقهم، خذ عني المهمه الله يخليك. خلص خلص تكرم عينك وعينهم، خليهم يلبسوا. نحن لابسين بابا. اوف بهالسرعه؟ طبعا بابا احنا ما بنحب نتاخر. حلو كتير، بس شوفوا لكم بابا من هلا ها انا ما بهز المرجوحه لحدا. اي ولا يهمك رحنا بنهز بعض. وبلكي ركبتوا بالمرجوحه سوا. وقت انت بدك تهزنا بقى شو قلت؟ ولك تكرم عيونك يا زينة، تكرم عيونك انت وابوك. امشوا لا امشوا. السلام عليكم. السلام. خير شوفي ليش واقفين هون؟ شو ليش واقفين هون؟ ما انا شايف الجماعة شو عاملين. شو عاملين؟ ليش كاتبين ممنوع الدخول؟ شوفي شو بيعرفنا؟ هي لفندي اسأله. خير يا أخي ليش ممنوع الدخول؟ يعني في صيانة؟ لا والله ما حذرت. لكن شوفي ليش ممنوع الدخول؟ معلمنا أبو عذاب هيك أمر. مين هذا بابا؟ ليش يعني شو صاير؟ ممكن أفهم بقى؟ لك يا أخي معلمنا بده يستملك الجنينة، فهمت علي بقى؟ لا والله ما فهمت عليك، شلون يعني بده يستملكها للجنينة؟ ليش هي ملك أبوه؟ هلا بلا فلسفة، احكي مزبوط أحسن ما تندمها. ولا تنسى إنه كلامك محسوب عليك، فهمت؟ ولك حبيبي هي حديقة عامة، يعني هي ملك كل المواطنين، شلون بقى بده يستولي عليها؟ يعني شو الشغلة فوضى؟ هلا ضب لسانك بحلقك ورجع على ورا أحسن ما شغل العصاية. رجع فوتنا لورا شوف يلا، يلا لورا. طيب ما بدنا نفهم ليش بده يستولي على الحديقة؟ أخي معلمنا أبو عذاب سكن بالمنطقة، وبيته بيطل على الجنينة، ومثل ما بتعرف مسؤول من وزن معلمنا لا بيحب الضجة ولا بيحب الكركبة. هذا من جهة، ومن جهة تانية وين بده يحط سياراته؟ ومن جهة ثالثة الرصيف ضيق، وين بدها تسع محارسنا وكلباتنا؟ وين بدنا نقعد نحنا؟ فهموا طبعا، وما ضل قدامه غير هالجنينة. ومن جهة رابعة بجوز يتسلل شي واحد سرسري متآمر ويدخل على الحديقة ويتخبى بين الشجر. ومعلومك معلمنا بيحب يشرب القهوة على البلكون وما بيحب الحركات المشبوهة والرزالة. أخي ما اختلفنا، بس أولادنا وين بدهم يلعبوا؟ هلا بشرفك وإيدي على راسك، هي مشكلة هي؟ ما طول عمره الاولاد يلعبوا بزقاقه بالحاره، هلا صاروا يلعبوا بالحديقه؟ يعني هبطت عليهم الاكابريه؟ بقى الحجه يا زلمه. ايه يلا بقى ارجعوا لورا، ارجعوا لورا ولا بقى تجوا لهون بنوب. يلا اخي ورجونا عرض كتابكم. يلا حبيبي يلا حبيبي يلا حبيبي. ان شاء الله بتكون تسكتوا له هذا اللي اسمه ابو عذاب. لا والله يا مروه ما راح نسكت له، هالقصه ما بيسكت عليها ابدا. وهلا شو ناويين تساووا؟ اتفقنا نجتمع نحن واهالي الحاره ونحكي بالموضوع لحتى نلاقي حل. هيك ها لازم تتحركوا. طبعا لازم نتحرك، بس انا خايفه تقضوا الاجتماع كله بالحكي وما يطلع معكم شيء بالنهايه. لا 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 من الناحيه طمني ولكن لك فكره، هيك موضوع له علاقه بالمصلحه العامه، لذلك اجتماعنا الا ما ينجح. بابا كل الجنانين بدهم ياخذوها المسؤولين لما بس جنينه. يا جماعة الشي اللي عم يصير مو معقول منه، يعني جنينة صغيرة عم نشم فيها الهواء وعم يلعبوا فيها أولادنا، يجي واحد هيك من الباب للطاقة يتصلبط عليها ويضمها لأملاكه بحجة الأمن الشخصي، وين صارت هي؟ لك شو الدنيا سايبة؟ شو بيطلع بإيدنا نعمل يا أستاذ غسان؟ يا أخي لازم يطلع لازم. شو بدك يانا نسكت له حتى يتفرفد أكتر وأكتر؟ مو مسألة نسكت له، بس أبو عذاب على الهواء ما فهمت مسنود وظهره محمي، بجوز يكون مأذي كمان. اللي عم على الحالي يعني إذا كان هذا الزلمة مدعوم ضروري يركب على كتافنا؟ هذا بدال ما يكتروا الجناين. يا جماعة خلونا نحكي بالمفيد، يعني خلونا نطلع من هالاجتماع بشي عملي، ما بدنا نحكي والأخير ما نطلع بشي. طيب شو الخطوات العملية يلي بتطرحوها؟ والله أنا من رأيي نبعت شكاوى على الجرايد. صدقني ما رح نستفيد أبو علاء. طيب طيب
بنرفع عريضة موقعة من أهل الحارة وبنقدمها للمسؤول. يا سيدي العريضة مثل قلتها، ما بتتذكر بالعريضة اللي رفعناها وقتها مشان عدم انتشار الدبان والناموس شو جاوبوا عليها؟ شو جاوبونا زكن؟ وقتها جاوبونا إنه تستنوا البرد، إنه البرد بيهربوا. طيب يا جماعة والنتيجة شو العمل؟ والله شي بحير، وبصراحة أنا خايف تطير هالحديقة من إيدينا ونحن قاعدين عم نتفرج. لا تخاف أبو علاء، صدقني ما راح أخليها تطير بإذن الله، بس لازم نلاقي طريقة فعالة حتى نوصل صوتنا بجرأة وشجاعة للمسؤولين الكبار حتى يعرفوا شو عم يصير. ويا ترى عندك فكرة شو هالطريقة؟ بصراحة ما في قدامنا غير الأستاذ ضياء. مين الأستاذ ضياء؟ الصحفي والأديب ضياء الحبار، هذا اللي بيكتب بالجرايد وبيطلع بالتلفزيون. ايه هو. ويا ترى هذا الأستاذ ضياء بيطلع بإيده؟ بتصوري بيطلع، لأنه ضياء الحبار كاتب جريء وما بيخاف، والمسؤولين بيحترموه كتير لأنه لا بيكذب ولا بينافق ولا بيتملق ولا بيمدح، كل هم يقول كلمة الحق وبس. حلو كتير، شو عم نستنى لك؟ لازم نروح لعنده ونشرح له وضعنا. مزبوط، وهذا اللي رح نساويه، أصلاً هو ابن حارتنا بالأساس. أهلا وسهلا بالشباب. أهلاً وسهلاً، تفضلوا وارتاحوا. شغل الحقيقة يا شباب، أنتم حظكم طيب كتير، لأنه يوم الأربعاء الجاي عندي اجتماع مع سيد وزير الإنصاف أنا ومجموعة من الكتاب، ورح أتفضفض بالحديث معه. يعني رح تحكي له على الشيء اللي صار معنا؟ طبعا رح أحكي له، لأنه بصراحة هيك أمور ما بينسكت عليها أبدا، وأنا مثل ما بتعرفوني جميعا الصراحة والجرأة شعاري، ودائما بصرح للصحف والمجلات والتلفزيون، وبقول القلم الذي يرتجف من الخوف لا يكتب إلا الكلمات الرديئة المزيفة. يا سلام عليك يا أستاذ ضياء. وتأكدوا تماما أني رح ألقي قدامه كلمة عن الحديقة تهز الدنيا هز. يعني بيقدروا يوقفوا عند هدو أستاذ؟ اسمعوا على الحكي، عم قلك يلي رح قابله هو وزير الإنصاف، يعني هو المسؤول عن تطبيق القانون والعدالة، وهالشي اللي سوا أبو عذاب وجماعته خارج عن القانون. يعني رح نقدر ناخد نتيجة ورح يقدروا يمنعوه عن... مو بس رح يمنعوه، رح يلجموه كمان، لأنه هيك نماذج بدها لجم لتطاولها على الشأن العام. والله يا أستاذ ضياء طمنتنا كتير بهالحكي. ولا يهمك أستاذ غسان، أنا بكرة بإذن الله رح أجي لعندكن على القهوة ورح سمعكن الكلمة اللي رح ألقيها قدام السيد الوزير، وطبعا أنا رح سمعكن ياها حتى أتنور بآرائكن، حتى أستفيد منها، أستفيد من ملاحظاتكن، لأنه الحقيقة الأمر مثل ما بيهمكن بيهمني أنا كمان. صدقوني يا شباب، مبارح ما نمت الليل ولا غفلت عيوني إلا لحتى خلصت الكلمة يلي رح ألقيها قدام السيد الوزير. وكيف طلعت الكلمة أستاذ ضياء؟ جريئة، جريئة كتير. طيب أستاذ، يعني ما بتخافوا يسناولوكم؟ شو يعني يسناولوني؟ ما فهمت عليك. يعني قصده أنه ممكن يضروكم أو يرفعوا فيكم تقرير أو... ولك حبيبي أنا ما بيهمني حدا، يعني طالما عم وقف مع الحق فما حدا بيهمني على الإطلاق، ومن جهة تانية أنا لا يمكن أسكت عن الخطأ. بعدين شو بدهم يساووا فيني يعني؟ بدهم ياخذوني؟ يا سيدي وياخذوني. طيب استاذ عفوا، فينا نسمع الخطبه؟ ايه طبعا، على عيني وراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. سياده وزير الانصاف الموقر حفظه الله، باسمي وباسم اهالي طلعه الكينه نهديكم تحيه حب واحترام ووفاء ووئام. وبعد يا سيادة الوزير، لقد وقع على أهالي طلعة الكينة ظلم أمر من العلقم وحيف أقوى من حد السيف، فقد اعتدى يا سيادة الوزير شخص جشع طماع صاحب نفوذ وعلاقات وشبكة أنتينات مع المسؤولين والسلطات، فقام دون وجه حق بالاستيلاء على حديقة جميلة عامرة بالأزهار والأشجار والنوافير والأطيار، وحولها إلى مرآب لسياراته ومهجع لعناصره ومستودع لنفاياته. أفيرضيكم يا سيادة الوزير المبجل أن يحرم أطفالنا في الذات أكبادنا وهم مستقبل الوطن وجيل التفاؤل والأمل من الاستمتاع باللعب وهو حق مقدس لكل طفل؟ ألا يكفي أن أطفالنا تكتظ بهم الصفوف وتنوء بهم الشوارع والبيوت؟ بل إن منهم من يتسرب من المدارس كما يتسرب الماء من الغربال،
فتراهم يتجولون في الشوارع والأسواق يبيعون أوراق اليانصيب والدخان المهرب والأمشاط والعلوك والسيديات الفاضحة. هل ضاقت الدنيا على هذا المسؤول حتى يتسلط على هذه الحديقة الجميلة رئة الحي الوحيدة؟ ألا يكفيه ما يملك من مزارع وفيلات وشقق وعمارات ومخازن وسيارات؟ هل ضاقت عينه فاستكثر علينا هذه الحديقة التي قال فيها الشاعر: حديقة في حينا كأنها الجنان، يلهو بها أطفالنا كأنهم غزلان، وإنني أقول بدوري: هيا ابعدوا عنها البوم والغربان. وأخيرا يا سيادة وزير الإنصاف، إننا نرفع صوتنا عاليا ونطلب منكم أن تضربوا بيد من حديد على اللصوص والشذاذ الذين اعتدوا بصفاقة ووقاحة على القانون، وأن تعيدوا الحديقة إلى أصحابها. نحن معكم في كل ما يجلب الخير لهذا الوطن، ودمتم ذخرا لهذا الوطن الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله. يا سلام عليك، شوف ضربت الواد، لسه ما تم الساس. ويا ترى هالخطبة رح تلقيها قدام سيادة الوزير؟ ايه، والتلفزيون رح يسجلها ورح تنزاع بعد يومين ببرنامج كرت بلانش يلي بيحارب الفساد وبيحاول يجتسه من جذوره. هيك ان شاء الله يجتسوه على ايديك يا استاذ. الله يحميك يا استاذ، والله يقدم اللي فيه الخير. ويا جماعة نحن ما بدنا غير حقنا. ليش ما قلنا ليطلع الاستاذ ضياء؟ شغلة خمس دقايق بالكثير. شباب الطاولة خففوا لنا الصوت لو سمحتوا. دخلينا لعبوا بلا صوت إذا بتريدوا. هلا هون قهوة ولا مركز ثقافي؟ طبعا قهوة، بس لازم نحترم مشاعر الآخرين اللي بدهم يتفرجوا على خطاب الاستاذ ضياء الحبار قدام سيادة الوزير. تفضلوا شباب. قوموا شباب، قوموا لإلنا غير قهوة أحسن شيء، قوموا. شباب الحساب يا شباب. فرقوا أطفال. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. في بداية برنامجنا لهذا اليوم نشاهد استقبال السيد وزير الإنصاف لوفد الكتاب والمؤلفين برئاسة الأستاذ ضياء الحبار، ومن ثم نستمع إلى كلمة جريئة من الأستاذ الحبار. كما يسعدني أن ألتقي بحملة الأقلام من أدباء هذا الوطن لأصغي إليهم بكل جوارحي وأسمع منهم هموم المواطنين، حتى أتمكن بعون الله من إبقاء ميزان العدالة مستقيما. سيادة وزير الإنصاف، بما أنكم طلبتوا منا أنه ننقل إليكم هموم المواطنين، فاسمحوا لي سيادتكم بكلمة جريئة صريحة منتزعة من الواقع. وطبعا بسرني أنه التلفزيون معنا هنا بكاميراته لينقل ويسجل للناس جو الحرية يلي عم نعيشه مع برنامج كارت بلانش. تفضل. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة وزير الإنصاف الموقر حفظه الله، باسمي وباسم أهالي حارة طلعة الكينة نهديكم تحية حب واحترام ووفاء ووئام. وبعد يا سيادة الوزير، لقد وقع على أهالي حارة طلعة الكينة أقوى من حد السيف. فقد يا سيادة الوزير شخص بنفوذ وعلاقات بأنطينات مع المسؤولين والسلطات. شو صاير للتلفزيون؟ ليش هيك الصوت عم يقطعش؟ الله وكيلك منه مو منا. فقام دون وجه حق بالاستيلاء على حديقة جميلة عامرة بالأزهار والأشجار والنوافير والأطيار إلى أفيرضيكم يا سيادة الوزير المبجل أطفالنا وهم مستقبل الوطن من الاستمتاع باللعب وهو مقدس لكل طفل؟ بل إن منهم من يتسرب من المدارس كما يتسرب الماء من الغربال،
فتراهم يتجولون في الشوارع والأسواق يبيعون. هل ضاقت الدنيا على هذا حتى هذه الحديقة الجميلة رئة الحي الوحيدة؟ ألا يكفيه ما سيارات؟ هل ضاقت التي قال فيها الشاعر حديقة في حينا كأنها الجنان يلهو بها أطفالنا كأنهم غزلان البوم والغربان؟ وأخيرا يا سيادة وزير الإنصاف، إننا نرفع منكم بيد على الذين اعتدوا على القانون وأن الحديقة إلى أصحابها. نحن معكم في كل، ودمتم ذخرا لهذا الوطن الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد شكر السيد الوزير الأديب الصحفي الجريء ضياء الحبار على كلمته التي تعبر عن هموم الجماهير العريضة، كما شكر برنامج كارت بلانش على طرحه لهذه المشاكل التي تلامس أوجاع الجماهير وتغوص فيها إلى الأعماق. فقراتنا التالية لهذا اليوم هي عبارة عن تقرير صحفي عن آخر المستجدات العلمية التي شايفتك فرحان كتير بهالوظيفة الجديدة، عجبتك ما هيك؟ وصلت عجبتني ما عجبتني لك أمي، بس شو بدي أعمل؟ هذا اللي صحح لي، مثل ما بتعرفي 3 سنين وأنا عم دور على شغل، هذا اللي صحح لنا الحمد لله رب العالمين. هو لو كنت مكمل جامعة كان صح لك وظيفة أحسن، ولا أنت شو رأيك؟ يا أمي يلي مضى مضى، بعدين شو بالشغل بالسكك الحديدية؟ وشو رح يسلموك؟ والله ما بعرف، بس إذا جيت لرغبتي بتمنى أكون شوفير قطار وأكون كل يوم ببلد، شغلة حلوة. الله يوفقك يا ابني وينولك اللي ببالك يا رب. على هو ملك كاتب الاستمارة، رغبتك الأولى هي سائق قطار. مزبوط سائق قطار. آسفين ما مشي الحال، لأنه التقرير الطبي بيقول مع ضعف بالنظر، وأنت مثل ما بتعرف السائق بده يكون نظره سليم 100%. مزبوط. طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطة الشمالية. لك شو بكون يا شباب؟ خليكم بالدور. كاتينا حلا بزبني. على حلا؟ ايه كان معينا. يعطيك العافية. كيف تزاكر على الحلا؟ جرب.
ما قلت لي امي عبد ان شاء الله مرتاح بهالوظيفة. ماشي الحال، نعمت كريم. بتعرف شو عم فكر لك امي؟ لا والله، بشو عم فكر لك امي؟ عم فكر طالما انك استلمت وظيفة وصار عندك ايراد، ليش هلا ما اخطب لك؟ تخطبي لي؟ ليش لا؟ هي عنا بيت والحمد لله. لا امي، شو هالحكي هذا؟ ما صار لي 5 شهور عم بشتغل، شلون بدك تخطبي لي؟ ما صدقت انت وفيت اللي علي، شو هالحكي؟ ما رح يهدى لي بال ولا اتهنى بعمري حتى جوزك وشوف ولادك قدامي. تذكر على حلب اذا بتريد. تذكرة على اسطنبول مع منامي لو سمحت. مين حسان؟ عبد الحليم؟ لك معقول؟ ليه بتسد حسان؟ شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. شو عم تعمل هون؟ شوفت عينك موظف. هو قديش صار لك عايش بهالقفص؟ يعني شغله سنتين زمان. مشي نازل تريد يا اخي، طول بالك. طول بالك. يلا دقيقة، ليك هي كرتي، هي رقم تليفوني. اتصل فيني لا تأخر علي، عم بستناك. ها؟ ايه خلص ولا يهمك. ماشي؟ ليه بتسد حسان؟ السلامة. تذكرة على حمص. واقف عشان بعد ما خلصت تجارة واقتصاد عملت اختصاص تسويق وإدارة أعمال. يعني أنا بسوق منتجات لشركات عالمية وبيطلع لي نسبة على البيع. أيوة، معناتها بتسافر كتير. كل شهر شهرين بسافر لي سفرة. أنا شايف أوروبا كلياتها، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، الفلبين، كوريا، كلياتهم هدول شايفهم. شغلي هيك بيتطلب. حلو السفر معي. حلو. اي والله يا عبد الحليم، ما في احلى من السفر. يعني شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، بتشوف بلاد اشكال الوان، بتشوف بشر، عالم، جبال، وديان، غابات، جزر، شطان بتاخذ العقل. يعني بالنهايه السفر متعه كبيره. صحيح انت ليه ما بتسافر معي؟ انا؟ ايه انت. لوين بدي سافر معك؟ انت لوين بتحب تسافر؟ ما بعرف يلا. بالنسبة لي يعني بحب سافر على بلدان كتير، هاي دول اللي قلت عن هدول. بس أنا بحب أروح على إسبانيا، بيقولوا حلوة كتير، هيك قالوا لي. ما بعرف. إيه والله يا عبد الحليم، حلوة كتير كتير. أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من التاني. إيه ودخلك قديش متكلف السفرة؟ أنت اعتمد ولا يهمك، هالمرة خليها على حسابي. لا شو شو خليها على حسابك؟ لا بالله قديش متكلف السفرة؟ يعني إذا بدك تروح بالقطار شغلة 10,000 ورقة مو أكتر. حلو حلو كتير. خلص بس دبر المصاري بحاكيك بقلنا. لعيونك عبد، أنا جاهز بأي وقت. يعطيك العافية أمي. أهلين ماما، الله يعطيك العافية. تفضلي امي، هاي المعاش. الله وكيلك ما اخذت منه غير 500 ورقه. انه بدي اعرف يا امي ليش عم تصمد كل هالمصاري. وشو عرفك اني عم صمد؟ لقيت على رف خزانتك مصاري وانا عم مسح غبرتها. ايه مزبوط. ايه خلص بعدين بقول لك امي بعدين. شو عم تخبي على امك يا درسان؟ لك مو تخباي ما تخباي امي. بتعرفيني لما اكون هيك تعبان وماني اكل ما عاد اعرف افكر ولا عاد اعرف احكي، خلص بس اكل بحكي لك. على عيني ما عاش الجوع. الهي يا عبد الحليم يبعث لك وحده تساعدك وتريحني. خلصنا معلم. يلا دقيقه بس، بس دقيقه. السلام عليكم. اهلين ابو عمر.
شو القصة ابو عبيد؟ مو جاي على بالك تقبض اليوم؟ ليش اجى المحاسب بالبنا؟ اي نعم اجى، وبحب اشرك انه طلع لكل واحد منا 2500 ليره عمل اضافي. شو هالحكي؟ ايه بتما عم لا هلا انا بطل. طيب ابو عمر اذا كانت عيونك في مجال تقعد محلي شي 10 دقائق بس لبين ما اروح اقبض واجي اذا ما فيها سئله. ها ايه تكرم عينك، لك على عيني وراسي. الو الو مرحبا، دخيل عينك، ممكن احكي مع الاستاذ حسان؟ ايه الو الو مرحبا حسان، كيفك؟ عبد الحليم اهلين فيك. ايه سيدي المبلغ صار جاهز وانا جاهز للسفر. ايه لا كله تمام ماشي، امتى بدك نتواعد؟ انا جاهز. ايه مع السلامة مع السلامة. كله بيصير مو مشكلة. انت معك جواز سفر؟ لا ما معي، بس من بكرة بسعفي. بدي اقول لك شو مشان الفيزا؟ ما عليك الفيزا انا بدبرها، بعرف ناس كثير بالسفارات. طيب قديش بتتوقع تكون مدة السفر حتى اسحب اجازة مشان اعرف يعني شغلة 20 يوم، اول شيء عندي 5 ايام شغل بايطاليا، بعدين بنكمل انا وياك على اسبانيا. ايه بالمناسبة هي اسبانيا، تفرج منيح وشوف وين حابب تروح مشان ننظم برنامج السفر انا وياك من هلا. هذا قصة الحب. ايه مزبوط هذا هو. وهذا جامع قرطبة. ايوه مزبوط. مساء الخير عبد. اهلين امي. اهلين، تاخرتي. ايه والله تاخرتي شوي لاني رحت لبيت خالك. وشلون خالي ومرت خالي؟ بيسلموا عليك. الله يسلم عمرهم يا رب. طب وغيداء؟ غيداء رح تطير من ايدك يا افندي وانت قاعد ولا على بالك. شلون يعني؟ من 3 ايام اجاها عريس زنجيل وغني ومرت خالك موافقه. وغيداء؟ لسه بيقول لي غيداء. شو بدك البنت تجي تترجاك حتى تخطبها؟ لا بس انا يعني بلا بس بلا مس. انت بتحبها لهالبنت ولا لا؟ بحبها امي، بحبها. لكان شلون لك ما بحبها؟ لكان من بكره عم نروح نطلبها انا وياك من خالك رسمي مشان ما تطير البنت من ايدنا ونندم انه ضيعنا وقت. وانت مثل ما بتعرف البنت حلوه وادميه وانا بحبها من جوات قلبي وما عندي عليها اعتراض ابدا. امي بس المشكله انا ما معي مصاري. هلا ما معي. ما معك مصاري؟ لكان هدول المصاري اللي عم تصمدهم مشان شو؟
سلام سلام بالساحة حسان، الحمد لله على السلامة. على أنو سفرة منه؟ ليش كم سفرة سافرت بهالكم شهر؟ بالفترة الأخيرة سافرت كذا سفرة، على إيطاليا ورومانيا وآخر شيء على قبرص، وهي السفينة الحلوة جبت لك إياها من هنيك. عجبتها؟ حلوة كتير. كل ما شفتها رح أتذكرها. لك أنا بس بدي أفهم شلون قدران تصبر على هالقعدة بهالإن؟ شو بدي ساوي؟ شغلي غير. شو بدي أقول لك؟ ضيعت خلص. رحت على إسبانيا شي؟ ييي إسبانيا رايح لها كذا مرة، إسبانيا بلد بياخد العقل. بس بصراحة أنا كان بدي رحلة مشانك. هلا أنت مو ناوي تعمل لك شي سفرة بهاليومين؟ ناوي، بس عم بستنى لحتى أستعضل فرصة. إيه فهمت علي. طيب والمصاري؟ مو مشكلة. بيني وبينك زملائي هون بالشغل عاملين جمعية بشغلة 12,000 ورقة، بس مو هلا راح أقبضها، بعد 5 شهور. طيب بس يصيروا المصاري جاهزين خبرني وأنا بدبر لك سفرتك. بس بدك تستعجل، ها؟ بدك تستعجل، الأسعار كل ما عم ترتفع. ولا يهمك، أنا مصمم بإذن الله. طيب ماشي. هلا أعطيني بطاقة منامي على صوفيا. سفر ومنامي. تكرم عينك، حلوة كتير، يسلموا إيديك. لين بس يا حسان، الله معك. عيدا؟ سافرتي شي مرة؟ طبعا سافرت. لوين سافرتي؟ سافرت مرة مع المدرسة على الساحل، ومرة يا سيدي طلعنا على حلب، ومرة على سد الفرات، ومرة على تدمو. بك مو هيك قصدي، قصدي يعني سافرتي شي مرة هيك برات البلد؟ سافرت مع أبي على مصايف لبنان. تعرفي لغيدا؟ في إلي رفيق اسمه حسان، إذا مو داير داير صار داير له شي نص العالم. اي سيدي تهنى، بتعرف بعد اسبوع مراجعة الطبيب، بتروح معي ولا باخد عمتي؟ لا خدي عمتك، خدي عمتك حبيبتي. اهلا يا عمار. انبسط يا عم، اجتك مصاري الجمعية عدا ونقدا. يسلموا ايديك، الكل دفعوا؟ يا سيدي الكل دفعوا ما عدا كامل لأنه أخذ إجازة. إيه مو مشكلة مو مشكلة، بس يرجع أنا باخذ منه. هات الله. أصبح أمسيك، هي 10,000 ليرة، عدن أخي. يسلموا ايديك يا أبو عمار، يسلموا ايديك. الله يسلمك. شو رح تساوي بالمصاري؟ في براسي موال بدي غني. إيه مثل ما بدك. السلام عليكم. يا أمي غيداء، أمي يا غيداء، أمي يا أمي. ولي يسلم ايديك. هو ايديك خير. امي شلونك غيداء؟ مبروك يا امي، اجاك مهند. الله يبارك بعمرك يا امي. شو وينه؟ حطيناه بالحاضنه لانه مسبق شهر ونص. باينتو مستعجل كثير على الجاي على الدنيا. مبروك غيداء، مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. ليش ما خبرتوني؟ حاولنا كتير نتصل فيك بس الخط عندك كان مشغول. وما رديت الدكتورة إلا بعملية قيصرية. ايه طبعا، لأنه كانت عم تنزف كتير وكان في خطر عليك وعلى الجنين. مو مشكلة حبيبتي، مو مشكلة، المهم تقومي بالسلامة انت ولا صغير. ادخل. استاذ تفضل معي المحاسبة مشان تحدف على الحساب. تكرم عيونها. امي معك مصاري؟ معي. يا سيدي قديش بدك تعطيني دفع هلا؟ والله ما بعرف قديش بتاخذوا انتم بالعاده يعني. قديش؟ هات شي 10,000 هلا. اي ماشي، بكرم عينك. شرف. هاي رح اعمل لك
وصل بالمبلغ. بالدور يا سيد بالدور. يعني واذا ما وقفت بالدور شو بدك تعمل؟ سي حسان مو معقول لك. لك اهلين بسين حسان، شو لساتك عايش؟ انا اللي لساتني عايش. تفضل جبت لك هي معي مشان تعرف انه انا دائما مفكر فيك. شو ها؟ هي حرير طبيعي جبت لك اياها معي من الصين. ليش كنت بالصين؟ وقبلها كنت بماليزيا وباليابان وبكوريا، بس أنا بدي أفهم شغلة واحدة، ما مليت من القعدة بهالقبر؟ مليت والله يا سيد حسان، بس شو بدنا نعمل؟ يلا، كله كم شهر وبطلع تقاعد، وبعدين إذا الله أعطانا عمر ويسرنا أمورنا بسافر معك على إسبانيا. يا سيدي ميت أهلا وسهلا، ونعم الشريك والله، بس حط بمعلومة، السفرة صارت تكلف كثير ها؟ ولا يهمها. رح أقبض من النقابة وغيرها تعويضات نهاية الخدمة، بيطلعونه شغلة 200 ألف ورقة، بكفوا؟ شلون ما بكفوا؟ بكفوا وبيزيد منهم كتير. خلاص معناتها أصبح أعتبرني خلاص سافرت معكم مش الحال. عظيم، بس فهمني إمتى تماماً رح تطلع تقاعد؟ بواحد خمسة. حلو كتير، معناتها سفرتنا رح تحكم بعز الصيف، والصيف كيف يا عمي؟ ولا شو؟ طلع جواز السفر؟ ايه معلوم. تفضل. يا عيني عليك. تمام تمام. معناتها أنا راح أبلش أسعى بالبياس. هلا أنت مو بقيان علي غير تأمن لي شوية عملي صعبة. ولا يهمك كلياتهم أمك. إيه منيح. أوه تمام. عبد شو رأيك نسافر بالطيارة؟ لا 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 لا، شو هالحكي؟ طول عمري عم بحلم سافر بالقطار. سفرت عالم خير الله، ما بيطلع لي سافر مرة أنا؟ ولو؟ أنت اللي بيطلع لك. خلص، راح نسافر أنا وياك بالقطار. إمتى؟ الأسبوع الجاي مثل اليوم بلاقيك بالمحطة. وأخيراً، أخيراً رح أقطع أنا هالمرة. يا سيدي مثل ما بدك. طاع أنت. الرجاء من السادة المسافرين على مدى الرابين والمتجه إلى حلب عن طريق 5 وحلب التوجه إلى رصيف 16. الرجاء من السادة المسافرين على مدى القطار 53 والمتجه إلى اللاذقية عن طريق 5 التوجه إلى رصيف 16. أهلي نعم. حضرتك الأستاذ حسان؟ إيه نعم. أنا مهند ابنه لعبد الحليم. لو سهلا عليه يعني. ما شاء الله وشو صاير شاب. الله يخلينا يا جماعه. شو وينه البابا؟ والله بابا مريض شوي ما راح يقدر. خير ان شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمو بيقول لك البابا بقدر انا اروح على اسبانيا محله؟ انت؟ ايه انا. معك جواز سفر؟ ايه معي، بابا طالع لي اياه مع جوازه، قال الا ما يلزم شي نهار. هاتوا لقلك الأسبوع الجاي مثل هذا اليوم بتجهز حالك حتى تسافر معي على الأسبوع. امشي لوصل.